تسديدته وجدت أقدام فاران بالمرصاد عند الخطة، وتحركت آلة الملك مجددا عبر ماندي الذي تعرض لعرقلة ومنها ركلة جزاء، ركلة ابتسم لها راموس ممررا أكثر من رسالة للغريم، وبنزيما تولى ترجمتها لهدف السبق. ماندي كاد أن يعمق الفارق عبر نيران صديقة، كانت فوهتها أقدام كامارسا وجدار الصد أقدام روبرت. تغيير الحكم واستلم الصافر الحكم الرابع هيكتور رودريغيز، ومعه تغيرت النتيجة 55، عرفت دخول الموريتاني عبد الله محمود في ثالث مباراة له هذا الموسم في الليغا عبر خوسيلو أو ميندز.